حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسمن، قال: اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم، ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه، فدعا لام سليم واهل بيتها فقالت ام سليم يا رسول الله ان لي خويصه قال ما هي قالت خادمك انس فما ترك خير اخره ولا دنيا الا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فاني لمن اكثر الانصار مالا وحدثتني ابنتي امينه انه دفن لصلبي مقدم حجاج البصره بضع وعشرون ومائه حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم